تمددت حروفنا وانحنت هامة النخيل لوصلنا الندي لقصة في عيون طفلة بريئة في لمحة لدوحة المقيل. وحين أسدل المساء ستره جئنا مدائنا تطاول السحاب في ثوبها الجميل. مساءات خرطوم اف ام. هذه الإطالة الجديدة من مساء. في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد عبر مساءات خرطوم اف. يسعد مساكم بكل الخير استاذ احمد. مساء الخير عليك. مرحبا اسراء ابو بكر. الله يخليك. كيف الاخبار؟ الحمد لله. نسعدين نكون مع بعض الليله. نعم عبر متابعات ثقافيه هي من اعداد زميل بهاء الدين فرح. تحية زميل خالد عثمان نايل في التنفيذي المباشر. مساءات اليوم تتنوع بمحطات متعددة للمتابعات والأنشطة الثقافية وأيضا بضيف كريم في داخل الاستوديو حنتعرف عليه وعلى أشيل الجبيه في السودان. يعني وشرفنا ضمن أكثر من 500 شخصية في الوطن العربي يتم اختياره باختراع يساعد مرضى السكري في الحفاظ على صحتهم بإذن الله تعالى، بالإضافة لمحطات ثقافية متنوعة. أستاذ أحمد، إذن سنفصح عن الضيف إسراء. نعم، ضيفنا هو الباشمهندس محمد عثمان بلولة. باشمهندس أول حاجة مرحب بك وحباب العشاء. مرحبا بك أستاذ إسراء وأشكر قناتي على إتاحة الفرصة إليه. احنا سعيدين بوجودك معنا في استوديوهات خرطوم اف ام. يمكن الايام اللي مضت كان في لقاءات متعدده وحوارات كثيره جدا داخل وخارج السودان حول مشاركتك واختيارك ضمن افضل 500 شخصيه عربيه. كده قبل ما نتكلم عن المشاركه خلينا نرجع للجذور والاصل هنا في السودان. طبعا انا ولدت خارج السودان وعشت طفولتي ودرست يعني جميع مراحل الدراسيه في الامارات وحتى مرحله الجامعيه كمان درست هناك. يعني برضو الجذور من وين برضو؟ لا اكيد الجذور سودانيه اصيله. من وين في السودان؟ من النيل الابيض، عمامين اللي هم الحسانيه في النيل الابيض، منطقه الجمالاب، وأخوالي اللي هم من عائلة تبيدي. تحية لك وتحية لكل أهلنا في النير الأبيض وقبيلة الحسانية ولأسرة تبيدي. ونحن بنسعد أنك تكون معنا في داخل استوديوهات خرطوم اف ام. التربية خارج السودان الناس كثير بيعتقدوا أن الواحد بينفصل من البيئة ومن أهله ومن مجتمعه. هل محمد حصلت له الحاجة دي ولا محمد مرتبط بالسودان وبأهله هنا في السودان؟ لا مرتبط أكيد بالسودان، بس يعني الواحد لما ينولد برا بيكون عنده خصوصية أكتر، بحب يعني دائما إنه خصوصية تكون أكتر وانفصال، لكن دائما بنحب إنه نرجع السودان عشان الاجتماعيات والحاجات دي دائما بيكون فاقديننا هناك في خلال عيشتنا برا يعني. طيب كلام جميل، لكن طبعا الأجمل في المزلة يا بلولة إنه ولدت وترعرعت ودرست كل المراحل
في الإمارات، نعم، وحتى أبحاثك وأنت ماشي وأنت في الإمارات، لكن عندما جات الجائزة نعم ظهرت شخصيتك الحقيقية إنك أنت محمد عثمان بلولة سوداني الجنسية. طبعا دي يعني شهادة كبيرة بالتأكيد لشخص عاش خارج الوطن، لكن في النهاية انتماءه نعم للوطن. تمام الوطن، وده باعتباره رد الدين يعني. يعني كرد جميل للوطن، صحيح. نعم، برغم انك انت ما درست فيه ولا قريت فيه، لكن رد جميل بس للاسم انك انت سوداني، دي تكفي يعني انك أو بلا صحرة جميل للأهل. نعم رد جميل للاهل. بالضبط. نعم تمام. نحن متواصلين معك وبالتأكيد يعني محاور كثيرة، وعايزين نعرف محمد مراحل دراسية خارج السودان زي ما أنت قلت، وقال أنت داير جميل للأهل هنا، لكن الحياة في المجتمعات العربية قد ما بتختلف كثير عن المجتمع السوداني، لكن عايزين تعمل لنا مقارنة كده ما بين المجتمع الإماراتي والمجتمع السوداني، وبالتأكيد أنت يعني عشت معهم فترات مختلفة. الفرق بس بين هنا والإمارات، أوكي، إنه هناك في تقريبا في خليط، يعني معروف الإمارات إنها فيها أكبر خليط من الجنسيات في الإمارات، فده بالعكس ده إدانا يعني إدانا أفكار أكتر وأكتر باختلاطنا بمختلف الجنسيات، كويس، فخلانا نعرف طبايع الناس، نتقرب منهم أكتر، نتعلم منهم الحاجات الصح، ونبدأ شنو نبدأ نقارنها ونحاول ندخلها في المجتمع بتاعنا. زي ما قلت نفس الموضوع، حتى هناك في الإمارات نفسها في المجتمع السوداني كمان هناك مرتبط جدا، في عندهم النوادي الجالية السودانية، كويس، في منتشرة في مختلف الإمارات، ودائما عندهم نشاطات كثيرة بتكفل لهم إنهم يجتمعوا كويس ويقيموها بشكل دائم. كويس انك بتتكلم سوداني 100%. الحمد لله. الملاحظة دي يعني طوالي بقولها لي، يعني بقول لي انه منصدمين انك انت بما انك ولدت برا وعشت برا انه لهجتك السودانية يعني ما زالت كويسة. لكن برضو لا بس هي يعني برضو بتتكلم إماراتي. لا ما برضو يعني بنحاول نصحح كويس ونتكلم بلغة سودانية يعني شو قريبة جدا من اللغة العربية. طب على ذكرك للغة دي، يعني ما أعرف الناس بيقولوا إحنا السودانيين عموما برا في دول الخليج وغيره بنتكلم سريع ولغتنا ما مفهومة، هل لاحظت الحاجة دي وأنت عشت في المجتمع الإماراتي فترة طويلة جدا يعني؟ لا اللغة السودانية فعلا تعتبر لغة صعبة صعب صعبة فهمها كويس، وبالذات عندنا في الخليج، لأنه نعم عندهم زي ما قلت لك التأثر بعدة لغات اللي هي من اللهجات الهندية واللهجات من مختلف الجنسيات، فبيشوفوا انه اللهجة السودانية تعتبر كلهجة مميزة، ففعلا لو اتكلمت مع حد باللهجة السودانية بسرعة فبيكون من الصعب عليه انه يفهمك. نعم، وحظل زول انت محمد عثمان بلولة زول اكيد من ضمن السودانيين الموجودين في الامارات. نعم صحيح. وزول رائع طبعا من ضمن 4 سودانيين. نعم انا لفت نظري انه نحن لسه دايما نتكلم عن الاختراع، لكن في الصحيفة مكتوب محمد البلولة ضمن أقوى 500 شخصية عالمية، وفي عنوان آخر ضمن أفضل 500. أنا دار أشوف أقوى، يعني التعبير ده صحيح؟ بالضبط، هي فعلا أقوى 500 شخصية عربية تأثيرا في العالم. فالجائزة دي يعني أنه قاعد يفتشوا في العرب الموجودين في العالم كله، ما حكرا على العايشين في الدول العربية، في العالم كله فوجدوا انه في تقريبا في اكثر من 1700 شخصية اللي هم بارزين ومؤثرين في العالم، فحاولوا حصروهم بعد في خلال فترة 6 شهور اللي فاتت من السنة، كويس، حاولوا حصروهم ولحد ما بقت اللي هي 500 شخصية عربية، والحمد لله كنت احد وضمن اللائحة. في ال 500 شخصية الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، في شخصيات فنية، في سياسية، في اقتصادية، في مجال العلوم، يمكن دايما الشخصيات الفنية هي اللي بتنال الحظ الأكبر من الرواج في الشخصيات اللي بتأثر، فأنت لما تم اختيارك ضمن 500 شخصية مؤثرين في الوطن العربي، شنو الإحساس في اللحظة اللي أنت سمعت فيها الخبر؟ قد تكون الناس سألوك السؤال ده أكثر من مرة، لكن عايزة إحساس مختلف. بالتأكيد الناس دايما بتركز على الفنون والجوانب الفنية. جد حسيت إنه في بصيص أمل إنه المجتمع بتاعنا يبدأ يرجع، إنه إحنا عندنا مبدعين في مختلف المجالات، عندنا مبدعين في مجالات العلوم اللي هي بتخدم المجتمع بشكل عام وبتخدم البشرية، فالحاجة دي أدتني إحساس إنه نحن ممكن ننجح.
كويس ممكن الأمة العربية بشكل عام إنها نبدأ نرجع لقوتنا زمان، وإننا نكون ناس منجزين في مجتمعاتنا، وعندنا بصمة في التاريخ إن شاء الله. طيب نرجع للاختراع، يعني اسم الاختراع، تأثيره على المرضى حتى الآن، هل هو يعني في ناس شغالين بالاختراع ده وأثر فيهم فعلا؟ الاختراع اللي هو عبارة عن نظام، يعني نظام بيتكون من عدة أجزاء، يعني إنه بنحاول خلال النظام ده إنه أشوف التساؤلات أو المشاكل اللي بتواجه المرضى بشكل عام كويس، وأحلها بحلول تكون ضمن النظام ده. فهو في مبدأه اللي هو نظام للتواصل، نظام للمراقبة والتحكم بالمرضى عن بعد، باستخدام مبدئيا اللي هي الشبكة بتاعت الهاتف النقال اللي هي الموبايل، بحيث لأننا بنعرف إنه دي أكتر شبكة انتشارا هسه في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، يعني في السودان خصوصا، في السودان خصوصا يعني عندنا كثيرين من مزودين الخدمة. فالحاجة دي أدتني إنه ليه ما نبدأ بالطريقة التواصل دي، بالإضافة إنه حنستخدم طرق التواصل الثانية لكن مبدئيا بالطريقة دي. في النهاية عاوزين إنه المعلومة الطبية لكل المرضى تكون متوفرة في كل زمان ومكان، فده بيسهل علينا وبيساعدنا في تشخيص المرضى وإنه نوفر لهم حياة صحية سليمة. أنت متخصص مهندس معدات طبية وليس طبيب؟ لا أيوة بالضبط، أنا مهندس معدات طبية اللي هو تخصص بيجمع بين الهندسة الإلكترونية وبين الطب، يعني انك بتكون مهندس الكترونيات بخلفيه طبيه، فده الشيء اللي بيساعدك على انك تركز ابحاثك او انه تصنع اجهزه الكترونيه في المجال الطبي تخدم المجتمع الطبي. طيب احنا متواصلين معكم مستمعينا في هذه الامسي من مساء خرطوم اف ام، وبالتاكيد برحب برضو بالمستمعين اللي بتابعونا عبر موقع الاذاعه على الانترنت kfm89.net في هذه الحلقه من مساءاتنا، وبالتاكيد في محطات متنوعه، وحنقيف مع باشمهندس محمد على الاختراع ده ذاته، ولانه اتكتب عنه كلام كثير وكانت اكيد في كثير من الخطوات لحد ما يظهر ويرى النور ويعمل الضجة نقول الكبيرة دي اللي إن شاء الله الناس تستفيد منه بإذن الله تعالى. نحن دارين يعني بلغة سودانية أبسط مما يكون نوصل المعلومة للمستمع، هو الآن متابعنا قاعد في بيت وقاعد في فاتح الراديو في عربية في دكان في أي مكان، بصورة مبسطة دارين نشوف شنو الاختراع، شكله، كلفته، التحكم اللي أنت قلت على البعد، يعني للناس اللي عندهم سكري بالتحديد او الحاسين عندهم هيستوري في مزاج السكري برضو يكونوا متابعين المسألة. ايوه اول حاجة انا حوضح اللي هو طبيعة الجهاز بشكل عام، بعدين حبدأ اذكر ليه اللي هو انت زي ما قلت اللي هو شريحة السكري، شريحة مرضى السكري. مبدئيا النظام هو عبارة عن يعني نظام بيكون موصول عن طريق شبكة الهاتف النقال، او بنقدر نمثله بجهاز موبايل عادي. تمام، النظام ده في اي زمان وفي اي مكان، انت لو مثلا عندك مريض في البيت، ولدك مثلا عيان، بس عن طريق بس اجراء مكالمة هاتفية بتقدر تعرف المعلومات الطبية عنه عن المريض بتاعتك كلها. طيب فلنفرض انه المريض بتاعك ده لا قدر الله مثلا حصل له هبوط بتاع سكري، المريض عادة بيحصل له هبوط سكري لو ما في زول لحق عليه وبيموت. النظام ده نظام ذكي طوالي، النظام بيقوم بيتصل بواحد من قرايب المريض بيقول له المريض الفلاني في الحتة الفلانية وحالته كده، ليه؟ عشان يقدر يلحق عليه ومثلا يسعفه يديه سكر او يلحقه باي طريقة ما، او انه بيتصل بالجهات المعنية كالاسعاف والشرطة كويس على اساس انه ينبههم انه المريض ده حالته بالشكل الخطير ده عشان يلحقوا عليه. تاني حاجة، بما انه النظام بقت فيه المعلومات كلها، المعلومات الصحية للمريض، بيقوم النظام دائما بارسال المعلومات بتاعتك دي وين؟ لقواعد البيانات اللي بتكون موجودة وين؟ في المستشفيات. فالتاريخ الصحي بتاعك كله بيكون محفوظ لكل مريض في بروفايل خاص بتاعه. تمام، في مرضى السكري، في مرضى السكري كمان شنو ليه اخترنا مرضى السكري؟ اخترنا مرضى السكري لان انا بديت ابحاثي تقريبا قبل سنه 2010، فكانت اخر احصائيه لمنظمه الصحه العالميه سنه 2010 انه عندنا 220 مليون مريض سكري، متوقعين انه العدد ده حيزيد بنسبه 100% خلال كم؟ خلال 20 سنه. حيصبحوا كم؟ 440 مليون مريض سكري. الشيء الغريب انه سنة 2012 اللي هي السنة دي، يعني بعد سنتين بالضبط، هسه احنا عندنا 350 مليون مريض سكري، يعني العدد زاد 50% بس في سنتين. معناها انه في مشكلة حقيقية عندنا. تاني حاجة، التركيز بتاع مرضى السكري
لما نجي نشوف الخريطة بتاعت الأكثر انتشارا حنجي نلقى أكثر تركيز عندنا في منطقة الشرق الأوسط. كويس. المشكلة كمان الكبيرة من مرض السكري في الأعراض الجانبية والنواتج اللي بتظهر من مرض السكري، فدي تعتبر كمان تكلفة زائدة علينا بالإضافة للعلاج عندنا أمراض أخرى. طيب الاختراع ده هو يمكن زي ما انت ذكرته وفصلته، يعني هو جهاز لتنظيم نسبة الجلوكوز وعبارة عن بنكرياس صناعي. أيوة دي الفكرة النهائية، انه نعمل بنكرياس الكتروني لكل شخص على حسب الصحة بتاعته. على حسب الحالة بتاعته. ليه؟ لانه هسه لو جبنا اثنين اخوان مرضى سكري حنجي حنلقى انه في تباين بينهم في نسبة السكري، واحد بيحصل انخفاض واحد بيحصل ارتفاع. معناها شنو؟ معناها انه مرض السكري ما بيعتمد على الطبيعة الجينية للاخوان، معناها انه بيعتمد على الحالة الصحية بتاعتك وعلى حسب تدهورك وعلى حسب عدم انتظام نسب السكر او نظامك الغذائي او نعم نعم. فده اللي هو خلاني انه على حسب التاريخ بتاعك على حسب حالتك الصحية انه نسوي لك نظام خاص بك. الجهاز شكله كيف؟ حجمه؟ بديت بعدة أنظمة، بديت بعدة أنظمة أو تقريبا قريب 70 نظام، قريب 70 نموذج مبدئي. لدي بالتنوع على حسب حالات المرضى. طيب يعني أنا عايز أرجع بك شوية ورا. زمان كنت يعني معروف إنه الزول عايز يمشي مجال هندسي بفك الرادي براوي يركب وشوف الحاجة الخسرانة والحاجة دي، هل كان عندك الأشياء دي من بدري؟ من أنا صغير كان عندي الهواية دي، دائما بحب الإلكترونيات، بحب إنه أي حاجة أعمل لها نظام. يعني أبسط حاجة في اللي هو الساوند سيستم ده اللي بيركبوه في العربات. يعني شفته ولاحظته في العربات ولسه على الزمن ده كنت صغير، يعني ما عندي الإمكانية إنه أشتري عربية عشان فأخذت النظام ده وحاولت بطريقة ما إنه أشغله في البيت. فطبعا جبت بطاريات، تعلمت إنه البطاريات دي لازم تشحن، تشحن معناها إنه لازم يكون في مولد، فجبت مولد كان الطاقة. فيعني قصة طويلة، كل حاجة بديت أتعلم منها. ما حصلت مواقف كده يعني خربت حاجة؟ لا طبعا انفجارات كثير، انفجارات كثيرة كنت ركبت حاجة غلط. الحمد لله. لكن الجو في البيت كان مهيأ إنك الحمد لله يعني بعد بديت الدراسة في المجال. الحمد لله الجو في البيت كان مهيأ، وبعد ذاك ذات الجامعة كانت فرصة ممتازة بالنسبة لي إنه لقيت فعلا الحاجات اللي أنا بحبها إنها متوفرة لي، فده شجعني أكتر وأكتر. وكمان دعم الأهل في البيت إنه وفروا لي حاجة، يعني ما وساعدوني جدا وكانوا بيدعموني إنه قدر ما تقدر أعمل. نعم. على ذكرك للجو في البيت، يعني خلينا نخش معاك في البيت ونتعرف على التفاصيل أكتر، يعني دعمهم ليك دائما. أي أسرة بتحب إنه ولدها يكون مثلا دكتور، يعني من قصة معدات طبية ودراسة زي دي، يعني دائما الأسرة السودانية عندها هوس إنه الولد لابد إنه يطلع دكتور أو مهندس أو خلاص كلية تانية يختاره. فأنت أقنعت ناس البيت كيف إنك تتجه للمجال؟ ما هو نفسه قلت مهندس. كويس. فالحمد لله يعني انه انا اخترت مجال ضمن المجالين، او بالاصح بين الهندسه والطب. كويس. فكده ده اختصرت عليهم الموضوع جدا. وفعليا انا كنت مخطط انه شنو في الزمان، يعني اول ما تخرجت من الثانويه كنت عاوز اسافر ادرس برا، لكن طبعا الاهل ضغطوا علي، الوالده الله يرحمها هي طبعا اللي اختارت لي المجال، وهي اللي حبذت انه شنو انه انا اكمل دراستي يعني في الامارات، فهي اللي اختارت لي جامعه عجمان. طيب احنا متواصلين معاكم عبر مساءات خرطوم اف ام 89، مرحبا دائما بكم المستمعين. طيب متواصلين مع كل المستمعين الأعزاء عبر مساءات خرطوم FM 89. كمان برضو بنشكر كل اللي بتواصلوا في الصفحة بتاعتك، كلهم مصعب وبرضو بنشكر يوسف وكل الأصدقاء الموجودين الآن على صفحة الفيسبوك في مساءات وفي بقية الجروبات اللي انت منضم لها. مساءاتنا بتتواصل معاكم، وبالتأكيد زي ما ذكرنا هي دايما مساءات الأحد للمتابعات الثقافية والأنشطة الثقافية، لكن وجودك ضمن أكثر من 500 شخصية عربية مؤثرة فرض نفسه يعني على كل أجهزة الإعلام إنك تكون موجود.
الشخصيات السودانية في الخارج ووجودها، يعني دايما بقول لك السوداني ما موجود، ما واخد حظه من الظهور إذا كان في أي مجال. حقيقي محمد، السودانيين متواضعين، يعني بحب إنه يعمل الحاجة ولا يشكر عليها، يعني ما بحب إنه يعني إنه يعملها كفضل. فدي الحاجة الجد محزنة، إنه خلتنا غير ظاهرين إعلاميا كويس. وكمان الحاجة الثانية، وسائلنا الإعلامية ما بتركز علينا. فدي كمان دي ممكن تحتسب من الحاجات يعني اللي أدت إلى نقص عدد وجود السودانية. طيب إحنا قبل تكلمنا عن الأسرة، إحنا هنرجع للجزئية دي، لكن معنا واحد من أفراد الأسرة اللي حيكلمنا عنك، هو الأخ هيثم تبيدي. أخ هيثم مرحب بك ومساك سعيد. وعليكم السلام والرحمة. أهني الأخ الباشمهندس محمد بلولة، وأهنيه بالاختراعات، ونقول له مبروك وإن شاء الله بالتوفيق. وحي إذاعة FM الاقتصادية 89 على استضافة الباشمهندس. نعم. ونقول يعني ما دورك يا باشمهندس ودور الأسرة في مجالك للتخصص، ودور الإعلام السوداني عند وصولك السودان، وكيف تقبل المجتمع وتقبل الشعب السوداني عموما. طيب دي جزئية أخ هيثم، يعني أنت باغرته بالأسئلة، إحنا كنا عايزين نسألك. إحنا قبل ما هو يرد لك على التساؤلات دي، وهو لقى شنو في المجتمع السوداني بعد ما تم اختياره من ضمن أفضل 500 شخصية عربية وكان مؤثرة، أنتوا في الأسرة يعني ممكن باشمهندس محمد يتربى خارج السودان، هل كان في تواصل بينكم وبينه يعني ممتد؟ ومحمد كيف مع الأسرة في تعامله؟ والله كان في تواصل ممتد، وكنت أنا بسجل في زيارات طوال دورة الإمارات، وكنت متابعه من 2003 لما خش الجامعة، وكنت بمشي معانا الجامعة شخصيا يعني. وكان بيتلقى الدعم يعني، حتى ما شاء الله عنده خالات هناك يعني مشجعين شديد جدا، وناس عبر الأسير الموجة يعني بحني وبزف التهاني للأسرة الكريمة. وبقول للباشمهندس إن شاء الله أنت داخل الأراضي السودانية كل شيء يعني حيكون يعني وعزة للسودان، من خالته نايلة وخالته انتصار وحبوبته ما شاء الله حيا الآن بتفتخر بيه. هيثم ما عملت له حفلة زولة؟ الزول ده هنا عملت له تكريم كبير جدا وعمل له حفلة، وإن شاء الله عندنا تكريم أسري خاص بأسرة التبيدي. وإن شاء الله حيكون حقو تحننوه في الاحتفال ده يعني، لأنه هو الحياة السودانية دي بعيد منه، حقو تحننوه بالمناسبة دي، وعايزين نعرف له كمان عشان نربطه بالسودان في مرة. عايزين نعرف له هنا عندنا في البلد إن شاء الله، على أساس إنه ذاته يبقى الاختراع ده يعني حاجة خاصة بالسودان، مش خاصة بدولة الإمارات يعني. نعم. طيب على ذكرك إنه الاختراع يكون خاص بالسودان، شنو اللي بتتوقعه من خلال وجودك مع محمد؟ هل شايف إنه محمد ممكن يجيب الاختراع ده للسودان من خلال شركة سودانية تتبناه، وإن شاء الله يعني يلقى الشركة السودانية تتبنى هذا الاختراع إنه يستفيد منه أهل السودان قبل كل الدول الثانية يعني؟ والله أنا شايف أول حاجة طالما محمد جاء يعني السودان هنا، وأنا شايف هو مهتم جدا بأنه يقدم نفسه كسوداني يعني، هو حيجتهد وإن شاء الله حيصل للحاجة في مراد يعني، وأنا بتمنى له التوفيق. هو كونه يجي هنا ويفتش الإعلام ويخش يعني على القنوات ويقدم نفسه كسوداني، فإن شاء الله الاختراع ده لقدام يعني حيكون حاجة تانية، وحيكون في متناول يد كل الشرائح المجتمع السوداني يعني، بالرغم انه الاختراع حاليا كتكلفه و كعائد مادي يعني بالنسبه لنا نحن لنا منعكس، لكن ان شاء الله يطع الباشمهندس وهو زول دؤوب يعني. لا يعني اساسا احضر لكم في الحلقه دي ما نام من امبارح يعني، مصر انه لازم ظاهر على شكله تعبان
بيقدم مادة طيبة ويقدم شيء جميل يعني للشعب السوداني للأمة العربية خاصة يعني. وانت ذاتك ما مقصر معه يعني بالتوثيق يعني عندنا شهود عيان يعني يا هيثم. لا ان شاء الله انا والله بتمنى للبشمهندس اكثر من كده يعني, وهو راجل يعني ما شاء الله عليه وزول ذكي يديك العافية يا هيثم. عايزين الحاجة دي, احنا هنا في السودان الناس يعني بتعاني من السكري وبتعاني من الامراض الثانية وبتعاني من مستوى الفقر يعني. أنا حدارين حاجة في متناول يد الإنسان الفقير البسيط. صحيح على أساس إنه جد يا بلولة نحس بأنك أنت قدمت للسودان وأنت ابن السودان. أكيد تكون نعم. قدمت نعم. حاجة جميلة للمجتمع السوداني نعم. وتكون يعني جد خدمت المجتمع السوداني ببساطة وبطيبته وباحتواه ليك. وأنت شايف الترحاب وشايف ما شاء الله هسي ناس القناة وشايف ناس الإذاعة ما شاء الله مهتمين بك. ومن نزولك من الطيارة حتى ما أنت مقيم في السودان كل انسان يعني بتلقاك في الشارع بيحاول يوقفك وياخذ يدي معك في الحديث. والناس فخوره بك جدا يعني وفخوره بالشيء اللي انت قدمته للسودان وللوطن العربي. وان شاء الله بالتوفيق وربنا يوفق وان شاء الله نتمنى يا استاذ يطرح اشياء سهله وبسيطه للمجتمع عشان تكون في متناول يد الناس ان شاء الله يعني الناس تستفيد منه وبناشد المسؤولين وبناشد كل الجهات الحكومية وكل في مجال الطب ومجال المعدات الطبية يعني احتواء هذا النابغة واحتواء هذا الشخص لكي ينمو ويستمر في اختراعاته ويستمر في أشياء تكون يعني زي ما قالوا مصلحة للمجتمع. نعم إن شاء الله يا هيثم تبيد. شكرا لك أخ هيثم على المشاركة معنا والإدلاء بالكلمات الجميلة في حق البشمهندس محمد. وإن شاء الله يعني يكون ذخر لبلادنا ولأهله ويفتخروا به دائما والناس تستفيد من هذا الاختراع الجميل. شكرا لك أخ هيثم تبيد على هذه المشاركة معنا, كتر خيرك. شكرا. طبعا هنمشي فاصل لكن يعني بلولة باعتباره أصبح شخصية يعني ممكن نقول نجم, شخصية قومية. بعد الفاصل إن شاء الله هنلتقي في مساعة خرطوم إف إم. رجعنا من جديد. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا بكل المتابعين والمستمعين. نحن في معية ممكن تكون شخصية العام 2012 المهندس باش مهندس محمد عثمان بلولة, ويعني صفحة مليئة بكثير من المشروعات والتكريم والجوائز. دي مسؤولية صعبة جدا طبعا تجاه الشخص كونه يكون بقى يعني كل الأنظار متوجهة له وبعد حرك كل حركاتك وسكناتك محسوبة تماما كما تحسب أنت الأجهزة التي تصنعها بالمقاييس المختلفة. ما أدري يعني قبل الفاصل توقفنا في ممكن في مع الأخ هيثم تبيدي ويتكلم عن إنه استقبال الناس ليك واستقبال المجتمع وإحساسك الشخصي بالمسألة إنك بقيت شخص مؤثر يعني لمسألة مسؤولية باعتبارها مسؤولية. هل شعرت بالمسألة فعلا إنه أنت أمام مسؤولية بعد هذا الكلام الكثير اللي تكلمنا عنه؟ والله فعلا أنا ما حسيت بالحاجة دي فعلا إلا بعد وصولي لمطار الخرطوم. فعلا يعني فوزي والمسؤولية والإحساس بالحاجة اللي حصلت دي ما حسيت بها إلا بعد وصولي وخلال يعني خلال جيتي في الطيارة. فعلا وجدت أنه الناس فعلا خدتين عليه مسؤوليات كثيرة وحاسين أنه عاوزين شخص يخدمهم ويحل مشاكلهم. طيب احنا قبل ما نرحب بضيفنا عبر خط الهاتف في حقيقه مجموعه من المشاركات على صفحه الفيسبوك من صديق الموت بيقول موفق يا باشمهندس محمد, لكن كيف يرى الباشمهندس مستقبل السودان الصناعي وماذا فعلت الدوله لرعايه الموهوبين؟ دي برضو تساؤلات حتجيب عنها ان شاء الله. وكمان هيثم كان برضو بيتكلم عن انه شنو دورك انت في المرحله الجايه عن الجهاز ذا هيستفيدوا منه هلنا هنا في السودان. هينزل 200 في السوق. هينزل 200 في السوق يعني. سعره حيكون كم؟ عشان كذا قلت لك في البداية إنه أنا عملت أكثر من نموذج مبدئي
طبعا نفس ما عارفين انه عدد الخصائص في كل جهاز بتنعكس على سعره، عشان كذا حاولت انه من البدايه كذا فكره مبدئيه انه يكون عندنا عدد كبير من الاجهزه بمختلف الخصائص على اساس انه يكون عندنا في تراوح في السعر. طبعا الهدف الاساسي انه خدمه المجتمع وخدمه مرضى السكري، فعشان كذا بنحاول قدر الامكان بتخفيض الاسعار بتاعت الاجهزه دي عشان تكون في متناول الجميع وتكون في متناول وخدمه الفقير قبل الغني. ويعني مجموعه اي تي بي، يعني نتساءل عن هل هناك جائزه ماليه؟ لا فقط مقابل هذه لا فقط هي جائزة معنوية، أوكي، اللي هي كشهادة تقدم كويس، شهادة تقدم، وبن كمان إنه اسمك بينزل في القائمة، لأنه القائمة فعليا لو شفناها إنها تحتوي على العديد من رجال المال والأعمال يعني، فما أعتقد إنه حيكون جائزة مادية لها أثر في الشريحة دي. طيب الإعلام كان عنده دور، صحيفة آخر لحظة استضافتك من خلال يعني سبق صحفي كما جاء على صدر الصحيفة في صفحة المنوعات، وكان لي الأستاذ أو زميل صحفي محمد محمود هساي مدير إدارة الرياضة بصحيفة آخر لحظة الدور الكبير جدا في التنسيق ما بينك وبين إدارة الصحيفة. هو معنا الآن عبر خط الهاتف ومتابعين، يمكن متابع كان جزء كبير من الحوار. أستاذ محمد السلام عليكم ومرحبا بك. أهلا بك ابن إسراء. يعني الحقيقة أنا شاكر جدا لهذه الاستضافة وهذه المداخلة، وسأتحدث عن دلالات ومعاني هذا الحدث. شكرا لك وشكرا للابن أحمد سالم لتحدكم لي هذه المداخلة، وللحقيقة لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله التي يطلب فيها مني بعض الزملاء في مثل هذه المداخلات، وفي كثير من الموضوعات تدخل حقيقة بعضها في عمق تخصصنا في الشأن الرياضي. ومع ذلك ما لبيت دعوة، يمكن ما أكون على حق أو يمكن أكون على خطأ، المهم آليت نفسي يعني بالاحتذار والاحتذار بلطف لمن يطلبون مني التعليق على أحداث معينة. ولكن في الحقيقة ابن إسراء وابن أحمد في هذه المرة وفي هذه الحالة لم أتردد يعني للأمانة، يعني بل امتلأت حماسا يعني دافقا، وربما تسأليني يعني لماذا لأنه فعلا ده سؤال بيفرض نفسه، لماذا تحمست للمشاركة؟ وأقول إنني وجدت نفسي يعني أمام حدث يعني علمي يفرض علي بل يستوجب أن يتوقف الشخص عنده. فالمهندس الشاب العالم المعجزة محمد عثمان قدم أكبر خدمة للإنسانية بهذا الاختراع لجهاز السكري أو مرضى السكري الذي يؤكد نبوغه وموهبته بل أظن عبقريته. وللحق ابن إسراء أقول بأنني يعني ما أن وجدت أمامي المحتيات الخاصة باختراعه حتى يعني سارحت بالاتصال به، وكان ما كان عندما قدمناه على صفحات آخر لحظة زي ما أنت تفضلتي كسبق صحفي كبير يعني، وكان معي الابن على الصحفي الشاب عبد الرحمن جبر، وكانت لهذا العمل الصحفي أصداء واسعة، ولعل تفضلك والابن أحمد باستضافة المهندس اليوم هو ردة فعل، وهو يعني واحد من هذه الأصداء. وهي يعني بالفعل أصداء استحقها هذا الشاب النابغة. طيب أستاذنا هساي معلش المقاطعة، لكن الآن يتبادر للذهن دائما الاهتمام في العالم عموما بالمجالات بتاعت الفنون والمجالات الرياضية هي التي تسيطر على الساحة في السنوات التي مضت. الآن نحن في السودان يعني الكثير بيقول إنه في السودان نركز دائما على المجالات الفنية والرياضة، لماذا لا نهتم بمجالات العلوم والاكتشافات والاختراعات؟ عندنا أسماء كثيرة جدا تحتاج لهذا الاهتمام إعلاميا. والله أنا يعني حرد على سؤالك، لكن قبل ما أرد على سؤالك بقول حقيقة يعني إن المهندس يعني هو فعلا الاهتمامات محصورة في الفن والأدب
وفي الرياضة، لكن ربما لأنه ودينا جاية لاحقا في تعليقي، ربما لأنه الاختراعات ذاتها يعني ما 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 كثيرة. والحقيقة إن المهندس محمد عثمان يعني قدم أكبر خدمة للبلاد عندما حمل اسم حملت بلاده في محفل دولي وعالمي كبير، وعندما يعني قدمه هذا المحفل ضمن 500 أقوى شخصية تأثيرا في العالم. ولذلك كان لابد لنا يعني أختي ابن إسراء أن نفرح ونهلل لما حدث، نظرا لأن اختياره كسوداني ضمن هذه المئات حدث يحمل يعني في ثنياته ومضمونه الكثير من المعاني. ولكونه أخذ هذه المكانة العالمية الرفيعة فهذا شيء رائع يجعل كل سوداني الحقيقة يشعر بالفخر والكبرياء، ويشعر أيضا بالنشوة، خاصة يعني إذا علمنا أنه فاز بالجائزة وسط زي ما هو حتى قال لك وكذا وسط أعداد من المشاهير والعلماء ومن أهل الفكر والعلم والأدب والفنون، يعني ديل ضمنه الناس نالوا جائزة نوبل. وهذا في حد ذاته انتصار آخر ابن إسراء له ولبلاده. ومن الدلالات والمعاني برضو أنا لا أقول لك لغاية بعد حاجة أجاوب على سؤالك، من المكاسب التي يعني يجنيها السودان من الاختراع هذا العالم الصغير سنا والكبير عقلا، إن اختراعه بإذن الله سيكون له ما بعده، لأن الاختراع ده يعني أيقظ رغبة شديدة وكاملة في نفوس أقرانه من الشباب السوداني لكي يحذو حذوه ويختفون أسره. بالحقيقة أقول لقد يعني أنا أنت بس سألتني وأنا أقول لك يعني الحقيقة قد غابت عن بلادنا مثل هذه الإشراقات والاختراعات، يعني حتى أصابنا اليأس والإحباط إلى أن جاء اختراع المهندس محمد عثمان. وتسمحي لي أقول أنه يعني كأنه جدول فيه ما يجري وسط الصحراء، لأن الاختراعات يا أستاذة إسراء هي قليلة، لذلك جاء الاختراع ده ويعني حدث كبير جدا يعني. والحقيقة أيضا أن هذا الاختراع لجهاز السكر لم يأتي خبط عشواء أو صدفة أو مصادفة، بل كانت لعالمنا يعني رحلة شائكة امتدت لأكثر من 3 سنوات، وهذا وحده يؤكد حجم الجهد الخرافي والمضني الذي بذله عالمنا حتى خرج باختراعه للنور. أنا ختاما أقول لبرنامجكم وليك وللأخ أحمد بأنني في قمة السعادة بأن يجد عالمنا هذا الاهتمام، فهو جدير بأن نحتفي به، لأن ما قام به من اختراع علمي أكد القدرة الخارقة على اختراق كل الحواجز. هذا يعتبر سببا كافيا لأن يجد الاهتمام من الغنوات، إن شاء الله يجد اهتمام أكبر من كده. احنا بنشكر كثير، ولكن أنا بقول يعني كحاجة أخيرة لأن يجد الاهتمام وأن يستقبله رجال الدولة على أعلى مستوى تقديرا للقيمة العلمية والإنسانية لإنجازه. وأنا خاف يا أستاذ حسايا أستاذ حسايا الى مزيد من النجاحات والاختراعات. استاذ حسايا يعني انا خاف ان يسجل كمحترف كاللاعبين يعني في دوله الامارات. والله هو افضل من المحترفين ان احنا بنستجيبهم، يعني البركاد احنا بالتيلة نغلب يعني وسط مجموعه من المحترفين. انا اعتقد انه هو ده يساوي مئات المحترفين اللي بيجونا من الخارج. ممكن يعني باب التسجيلات مفترض يكون اهتمام بتسجيلات المخترعين واسمائهم. استاذ محمد محمود هساي مدير الاداره الرياضيه بصحيفه اخر لحظه، كتر خيرك كثير على المشاركه معنا، وربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا. الله يبارك. انا اشكرك جدا ونتمنى لعالمنا الصغير ان يجد اهتمام من الدوله، وحري بانه يجد اهتمام من الدوله للاختراع العالم الكبير اللي قام به. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. شكرا. بارك الله فيك. وباشا نسب لهذا الفاصل. مساءات خرطوم FM برعاية زيوت فوكس، ملتزمون بتحريك عقلك. مساءات خرطوم FM. عدنا من جديد من خرطوم
اف ام 89 متواصلين معكم في هذا المساء. اهلا ومرحبا بكل المنضمين الان. احد طبعا كالمعتاد هي المتابعات للأنشطة الثقافية ووجود الباشمهندس محمد في السودان ضمن افضل 500 شخصية عربية مؤثرة زي ما نقول فرض وجوده طغى على كل وطغى على كل الفعاليات الثقافية اللي بنتابعها كل احد. لكن عندنا محطة الان من داخل مركز ومعهد جوتا الالماني مع الاستاذة سحر صلاح المنسقة الاعلامي بمعهد جوتا. أخذ سحر سلام عليكم ومرحب بك. عليكم السلام، مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي خطوم 89. تسلم إن شاء الله. اليومين دل عندكم مجموعة من البرامج وعندكم تنسيق مع اتحاد الكتاب السودانيين أسبوع سوداني ألماني للكتاب، كلمين عن هذا الأسبوع. نعم إسراء، عندنا بدل اليوم اللي هي قراءات اللي هو في سياق الأسبوع السوداني الألماني كتاب اللي هي بمشاركة الألمانية الزائرة لوسي فرايكا، هي أديبة وكاتبة ألمانية يعني شباب يعني من جيل الشباب، وحتشارك إن شاء الله مع كتاب سودانيين مشاركين اللي هي من ضمنهم نجلاء عثمان الثوم، بابكر الوسيلة، ونادي البدوي، حسان عثمان، والإضافة لوسي فرايكا. إن شاء الله حيكون عندها اليوم القراءات في معهد جوتا وبكرة في اتحاد الكتاب، وبعد بكرة إن شاء الله تنتقل الفعالية إلى مدني إن شاء الله في قصر الثقافة. نعم. طيب هل ده الملتقى الأول أو يعني هل هنالك ملتقيات عقدت قبل هذا الملتقى؟ طبعا المعروف انه معهد جوتا يعني عنده تاريخ كبير في السودان وعقدت كثير من الفعاليات الثقافيه، وخاصه انه جوتا الاسم نفسه يرجع لكاتب وفيلسوف الماني يعني فدي واحده من الاهتمامات بتاعتنا هي الادب. ولكن انقطع يعني فتره طويله، يمكن دي المره الثانيه خلال 4 سنين نستضيف كاتب أو كاتبة ألمانية يعني. نعم. طيب يعني سحر، برغم قدم هذا المعهد معهد جوتا الألماني، يعني حسب قراءاتك ومشاهداتك إلى أي حد استطاعت اللغة الألمانية أن تتغلغل في المجتمع السوداني وأصبح هناك من يهتم بها بالتعليم اللغة الألمانية؟ والله هناك يعني الآن اهتمام كبير باللغة الألمانية، خاصة إنه ألمانيا فتح أبواب للتعليم ويعني تشجيع على مواصلة الدراسة وكذا، يعني العلاقة بين السودان وألمانيا يمكن ما بمعهد جوتا بس، وإن كان المعهد يعني قديم من الستينات، ولكن يعني كان في علاقات أخرى يعني حتى إنه في مجال الإعلام وفي مجال التدريب المهني وفي مجال الآثار، ويعني بالإضافة للمجال الدبلوماسي المتمثل في السفارة الألمانية يعني. هناك يعني رغبة، أنا شايفة إنه حسب منظوري الشخصي هناك يعني تزايد رغبة دائما في اللغة الألمانية باعتبار إن ألمانيا فاتحة أبواب للدراسة يعني. هل يمكن يعني التأكيد إنه الكتاب الألمانيين يطلعوا على الكتابة السودانية من خلال الطيب صالح؟ بكل تأكيد يعني هناك اطلاع على الكتاب أو الكتب اللي هي ترجمت إلى اللغة الألمانية، من ضمنها الطيب صالح و يعني كتاب سودانيين آخرين، ولكن نحن يمكن كسلانين جدا يعني في إذا صح التعبير في مجال الترجمة. ما في للأسف الشديد عندنا أدب وعندنا أشياء جميلة ولكن لم تترجم للآخر يعني عموما، ولكن معهد جوتا دائما بينشط في ترجمة عموما. نعم. طيب أخذ سحر صلاح المنسق الإعلامي بمعهد جوتا، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات حول أسبوع الاتحاد الكتاب السودانيين والألمانيين للكتاب، وممكن بتشارك الكاتبة الألمانية لوسي فرايك ومجموعة من الكتاب السودانيين في عرض كتب. احنا بنشكر كثير وإن شاء الله نكون معكم متابعين كل فعالياتكم في معهد جوتا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لك. Thank you.
نعود مرة أخرى في مساء خرطوم اف ام، تزدان بوجود محمد وعثمان البلولة وفي بعض المساعي كده هنا، يعني في مشاركات من الجروب. نعم طبعا اللي هو الصديق قاعدين المشاركات اللي جاتنا من الأعضاء عندنا في مجموعة السكر أبحاث وحلول. طبعا بنحاول إنه ندخلهم معانا في كمشاركين معانا في الحلقة. احنا عموما بنحييهم كلهم ومتواصلين معاكم. وقبل ما نواصل معه برضو مركز راشد دياب اليوم بيدعو لمعرض التشكيلي كمال صالح ووثيقة العين ومنتدى ذكرى المطرب الراحل المقيم سيد خليفة بمشاركة مجموعة من المطربين ميجوب أنسة، سميرة دنيا، ياسر تمتام والفنان منتصر سيد خليفة وأحمد بركات. والكلام ده مساء اليوم الساعة 8 مساء، والدعوة بالتأكيد عامة للجميع. نعم. العديد من المتابعات ومن واصل مرة تانية مع ضيفنا الباشمهندس محمد. نعم ممكن كنا مع المستاذ الصحفي هساي تكلمنا عن انه ممكن البلولة يسجل كمحترف مخترع في دولة الامارات. يعني هل جاتك عروض من شركات من دول؟ يعني نعرف انه مكاكي البطل عبد القوة رفض الجنسية الامريكية، طيب صالح رفض الجنسية البريطانية، يعني في كثير من الإضاءات حول الشخصية السودانية اللي ممكن تكون غريبة بالنسبة للأوروبيين وغيرهم إنه يتمسكون بهذه الجنسية. يعني هل في عروض إغراءات تتحول لدولة أخرى أو تكون في الإمارات تحت الجنسية الإماراتية؟ أنا بهدف المشروع بتاعي وبهدف لخدمة المجتمع بشكل عام كويس والعرب بخصوص. فعشان كده دائما شنو ركزت ابحاثي وبعدت عن الحاجات دي، بعدت عن موضوع القومية لانه في النهاية الاهداف اهداف انسانية. نعم. بغض النظر عن اي جنسية. فالحمد لله عشان كده لقيت انه في تقبل، يعني من الناس انهم بتقبلوا الافكار دي، بتقبلوا انه في شخص منهم عاوز يخدمه. وبالنسبة للإماراتيين يعني زملاء أكيد. نعم الإماراتيين لهم الفضل الكبير، يعني الحمد لله أنا ولدت في الإمارات ونشأت عمري كله في الإمارات ودراستي كلها كانت في الإمارات حتى مراحل الجامعية إلى الآن أنا في الإمارات. فالحاجة دي كويس يعني أعتبرها كمان كرد جميل للمجتمع ده. وكمان يعني من أكثر الحاجات اللي حركتني إنه الإمارات تعد الثاني عالميا في قائمة أكثر الدول انتشارا لمرض السكري. فحسيت إنه أنا لازم يكون في لي تحرك لخدمة المجتمع اللي نشأت فيه. من خلال متابعاتك مشاهداتك بالنسبة للسودانيين، يعني السكري ممكن أنت قلت في منطقة الشرق الأوسط في الخليج بالتحديد، يعني في أسباب كثيرة. يعني في السودان ممكن نقول النظام الغذائي مختلف عن النظام الغذائي في دول الخليج، يعني لكن بالرغم من ذلك في إصابات كثيرة بالسكري في السودان. يعني طبعا في عندنا قبل فترة كده ذكرت قدام ناس إنه في حاجة بسموها السكر السوداني. نعم تمام. فضحكوا ضحك شديد، يعني شنو يعني سكر سوداني؟ فطبيعة الطبيعة الغذائية إنه السوداني خلاص تعودوا إنه إحنا طبيعتنا كده، فلازم نستهلك كميات سكر كثيرة ليه؟ لأنه بنتحرك كثير. الحاجة دي خطأ. الحاجة دي خطأ، يعني احتياجات الجسم ممكن نسد لأنه إحنا في بلد جافة بتعتمد دار أكتر حاجة على الأملاح وعلى السوائل. السوائل إنه جسمك ما يفقد سوائل، فبيجوا بيعكس الحاجات دي إنه شنو إحنا محتاجين حلويات، محتاجين الحاجات اللي هي الضارة للجسم البشري. لذلك ما جعل يعني سلعة السكر ترتفع دون ما، يعني بالرغم من الطرق الكثير على انه السكر مضير، خاص السكر السوداني والعمليات الكيميكالز اللي بخش في صناعته، لكن مصرين حتى لما يعني في اي مكان اقول لك كم معلقة اقول لك سوداني، يعني ثلاثة مثلا او كذا، ثلاثة وفوق. نعم. ففعلا دي اللي هي الحاجات او الفهم الخاطئ كويس، دي من الحاجات اللي ادت الى زيادة عدد المصابين بمرض السكري. الى الان ما شايف انه في تقريبا عندنا هنا في احصائيات ظاهره كويس لعدد مرضى السكري، لكن من الحاجه الملموسه والحاجه اللي بنشوفها في اهلنا انه ما في لا يخلو بيت من مرض السكري. تمام. او يعني حتى من اقاربك من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه لازم يكون في ليك مصاب بمرض السكري.
المشكلة بتكمن في الأعراض الجانبية. مثلا عندنا مرضى الكلى، مرضى الكلى بيكلفوا تقريبا في العالم العربي تقريبا ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا كويس لعلاجهم، غير أمراض العيون. فنجد معظم مرضى السكري إنهم بيعانوا من أمراض العيون، فنجد أكثر من 60% من مرضى السكري بيستخدموا نظارات، فدي كلها تعتبر تكلفة زائدة ويجب إيجاد حلها. طيب احنا متواصلين معك باشمهندس محمد، خلينا انا عايزه انخضم كده لجوانب خاصه بك انت. اهتمامات اخرى يعني اهتمامات موسيقيه ادبيه بعيدا عن الاختراعات وال يبدو انه رياضي. بحب انا رياضه اللي هو كمال السام، دي رياضتي المفضله بهي بمارسها بشكل يومي. كمان بحب المجال الاعلامي يعني اللي هو المونتاج وكده، بحس انه فيها ابداع على عكس المجال الهندسي. احنا انجازاتنا الهندسيه المهندس لما بيعمل حاجه ما بيفهمها منه الا شخص مهندس، لكن المجال الاعلامي بتقدر انك توصل ابداعك كويس. فانا بحاول ان استخدم الاعلام في المجال الهندسي عشان شنو نوصل افكارنا الهندسيه. عنده النيه دائما يخترع لحاله شكلك كده عايز تخترع. يعني يمكن يعني برامج المكسات بتاعت الصوت كثيره جدا، وبرامج المونتاج برضه كثيره. اتوقع يكون في برنامج بتاع مكسات صوت يكون مونتاج، برنامج مونتاج يكون سهل جدا. سهل جدا. أيوة. والله ان شاء الله بس فيديو صوت وهو يطلع لك ممتاز. طيب يعني في ذات الطريقه نسجل براءة اختراع كخبر. اول خبر يعني الباب دخلت به اسراء، انا واصل فيه يعني مزعت الغنى السوداني يعني متابع اغنية سودانية في فنانين معينين كأغاني سودانية ما عندي كثير، لكن شنو ما بنجذب لفنان معين، بس ممكن بسمع الأغاني يعني مختلفة، لأن الأغاني اللي هي بحس إنه لها إيقاع جميل. يعني ممكن نقول الثقافة، معلش الثقافة الإماراتية والعربية أثرت عليك؟ أكيد خلتك بعيد من الغنى السوداني؟ لا مش بالدرجة دي، إنه الغنى السوداني ما فارض نفسه في اجتماعات البرنامج. نعم، لكن في أغنية مهمة تسمع يعني أغنية لفنان الكامل يقول سكر سكر وحال. يعني سكر أكيد دي في مجالنا يعني لازم نكون على دراية. نعم يعني. طيب يعني خلي الغناء يعني كرة القدم، أنت تزور رياض يعني عندك علاقة بالأندية السودانية؟ كرة القدم أبدا ما عندي أي علاقة بكرة القدم ولا بحبها أبدا. من الصغير ولا سوداني ولا فدي يعني ما في الاحلال ولا مريخ ابدا ما عندي علاقه بالمجال الكروي. يعني ممكن نقول الثقافه الاماراتيه اثرت فيك لدرجه انك ممكن يعني تعرف تفحط بالسياره؟ اكيد يعني لقيت فرصه تفحط هنا في شوارعنا في السودان. على الخفيف. كويس جدا يعني انه ما زلت سوداني حتى الضحكه سودانيه يعني. طيب انا عايزه اخليك كده في هموم وقضايا الشباب. دائما الشباب متهمنا منهم شباب كسلان، اول شباب الوطن العربي، خلينا مش السودان بس، يعني بقول لك شباب خامل اهتماماته معينه مثلا في الدول الخليج يعني العربات واخر الموديلات والحاجات كده يعني والمواتر وغيرها. الشباب ما لاقين فرصه، الشباب ما لاقين فرصة وما في خطط واضحة بالنسبة لهم. يعني الشاب يعني مش لو أبدع في مجال ما أوكي حيضمن إنه حيتطور فيه وإنه مستقبله حيكون في المجال ده. ليه؟ لأنه ما في خطط لدعم المبدعين. فعشان كده دائما بتلقى إنه الشباب محبط، إنهم بيحاولوا يهربوا من المسؤوليات، حجم المسؤوليات والمشاكل اللي قدامهم لحاجات تانية اللي هي زي ما قلنا الأغاني والهوايات الجانبية. لكن طبعا المجتمع بيعتمد علينا، لازم انه احنا نحاول نوجد طريقه للتغيير، انه نحاول نفرض على نفسنا على المجتمع، نحاول نبدا بحل مشاكلنا. صح انه الناس بتجي بتعتبر انه الشباب ده لسه في مرحله عمريه صغيره ولسه ما عندهم خبره لمواجهه المشاكل والعقبات بتاعت الحياه، يعني ما زي الناس الكبار انهم واجهوا المشاكل وعرفوا كيف انه يتعاملوا معها. لكن يجب كويس انه احنا ما نفقد الامل ونحاول نعمل اكثر واكثر. طيب السودان بعيون الاخرين من خارج السودان من خلال مشاهداتك مع الاماراتيين مع بعض اصدقائك في دول غير الامارات، يعني السودان في ممكن نقول بيعتبروه شعب طيب. شعب طيب ومحبوب، لكن من نظرنا احنا السودان محتاج الى تعديل ومحتاج الى انه يعني يرجع لتاريخه زمان، انه يكون في ضمن الدول زي ما زمان كانوا معروف انه السودان من الدول بضرب بها المثل، فلازم يرجع الى سابق عصره. طيب يعني في كثير من التكريمات تمت، يعني اذا رز عن اعلى شخصيه او ارفع شخصيه سودانيه في السودان
استقبلتك خارج السودان كان طبعا الحمد لله بعد الانجازات دي طبعا استدعاني السفير احمد صديق عبد الحي في السفاره طبعا، وطلعت له واللي هو المشروع بتاعي والافكار بتاعتي، وكرمني في عيد الاستقلال اللي هو الفات عيد الاستقلال 56 في مدينه العين في الاحتفالات الرسميه، والحمد لله يعني دي كانت حاجه كويسه، بالاضافه لتكريم من النادي السوداني وتكريم من الجاليه السودانيه في الامارات، كمان بمجال الكوره كان في تكريم من نادي المري يعني يعني في طيب ومسؤول في السودان الى الان لا يوجد اي تكريم. انا لا اقصد تكريم، يعني اقصد اهتمام الشخص بعينه في اهتمام لا يوجد، بس لسه الاهتمام اهتمام اعلامي اعلامي بحت. نعم. الاعلام هو يمكن ان يطرق ابواب المسؤولين بعد ذلك. الاعلام طبعا اكيد هو البوابه، والاعلام هو اللي بيبرز مشاكلنا وبيبرز حاجاتنا يعني. طبعا لذكرك للاعلام اكيد يعني وجدت اهتمام اعلامي، شنو الرساله اللي بتوجهها للاعلام السوداني يعني في الوقت الحالي تحديدا للاهتمام بمجالات الابداع والاختراع اللي ما عنده علاقه بمجالات الفنون وغيره يعني. انه تركيز التركيز على المجالات الابداعيه بغض النظر عن نوعها كويس بكل انواعها، والتركيز الاهم على الابداعات العلميه. ابداعاتنا العلميه هسه مدفونه كلها كويس، في كثير من الافكار انشاها شباب لكن ما لقت الصدى او ما لقت التقبل. ليه؟ لانه ما ممكن الشخص عادة بيكون النطاق حوله ضيق جدا، فما بيقدر انه يوصل افكاره دي العالمية او يوصل للناس، فالطريقة الوحيدة اللي هي الاعلام، فادعوهم يعني انه يركزوا على الناس. وفعلا متواصلين معك في ما تبقى من زمن من عمر المساءات، المبادرات في بعض المجالات بتكون دايما مبادرات شخصية، يعني اذا تكلمنا عن الاختراع حقك والاختراع حقك والمراحل المرابية، هل كانت مبادراتك شخصية ولا لقيت رعاية في الدولة؟ يمكن قبل أنت لما احترينا بجزئية في بعض النقاط في الموضوع ده، لكن عايزين بتفصيل أكتر. مبادرات شخصية بحتة كويس، ما في أي دعم مالي، ما في أي يعني حاجات يعني مدروسة إنه أنت مثلا عندك أفكار أوكي في ناس بتدعم لك، أبدا ما في. أنا حسيت إنه أنا ممكن أقدم حاجة، حاولت طبعا بمجهودات الحمد لله بعد التوفيق من الله كويس والدعم من الأهل ويعني والجامعة كمان وفرت لي، قدرت إنه أبرز الحاجة اللي أنا تعلمتها أو الحاجة اللي أنا حاسين إن كنت حقدر أقدمها إنه أحولها لحاجة ملموسة. طيب يعني الآن وين في الإمارات أنت شغال؟ أنا في أستاذ مساعد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في قسم الهندسة الطبية، هندسة المعدات الطبية. مجالك في نفس في نفس المجال اللي هو بين الهندسة والطب. بين الهندسة والطب. إحنا بنسعد دائما بكل الأحواض العزاء اللي بتواصلوا معنا في مساءات خرطوم FM 89. باشمهندس محمد نحن متواصلين معك، والتحية لكل اللي بيتابعونا الآن عبر موقع الإذاعة على الإنترنت kfm89.net وأيضا بيسمعونا على أثير الموجة 89. أنت بتجي السودان زيارات ولا دي أول زيارة لك؟ فعليا تعتبر من نوايل الزيارات، يعني كانت آخر زيارة لي، يعني في جيت السنة فترتين قراب جدا، لكن الزيارة القبيلة كانت قبل 7 سنين. قبل 7 سنين؟ أيوة نعم. نحن دارين نسمعه لحن ما عارف لأنه دخلوا في اختبار بيرانو قال ما عنده علاقة بالأغاني السودانية ولا بالشعر السوداني أبدا. يعني لو خدتناك في خيارات منك تختار فنان، أقرب فنان سمعته في أعتقد آخر واحد سمعت اللي هو مبارح اللي هو أعتقد مطرب جديد اسمه الكحيل، اسمه الفحيل. الفحيل الشريف الفحيل. نعم 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 انه هسه بيقولوا انه هو التوب يعني في الغناء السوداني. طيب يعني ما قعدت تشاهد غنوات سودانيه هناك انت في الامارات؟ مؤخرا الفتره الاخيره يعني بدا التركيز بعد التركيز الاعلام السوداني، فبديت انه اشوف الاعلام السوداني. تمام كويس. برضه يعني بنقول انه احنا سعيدين احنا قدرنا نرجعك مره ثانيه، ونتمنى ان احنا نستفيد من الاكتشاف لكل مرضى السكري، وربنا يديهم الصحه والعافيه ان شاء الله. وعلى الاقل يعني تقدير او يعني في رايك كم سنه او كم شهر هذا الاقتراح سيكون في متناول يد الجميع؟ يعني تخطي تقدير كم؟
والله انا ما اخذت تقدير، انا امل انه في اقرب وقت ممكن كانه نحاول انه نطبق الحاجه دي. طبعا دي بتعتمد على الامكانيات، امكانيات الدوله نفسها في تحمل كويس انظمه زي دي جديده دخيل عليها. هل جاتك عروض من شركات خارج يعني الامارات؟ نعم جاتني عروض من شركات خارجيه في تبني افكار زي دي، لكن كلها بعتبرها كعروض او جهات صغيره جدا. طيب اذا قبلت عاد هل حتشترط على انه الجهاز اول دوله تستفيد منه اهلك هنا في السودان؟ اكيد نعم، السودان والوطن العربي. نتمنى كده والله. احنا بنشكرك كثير باشمهندس محمد عثمان البلولة، احنا سعدنا بك كثير في هذا اللقاء. نتمنى نلتقيك وفي الحل يعني في مساحات جايه بيكون الاختراع بتاعك نزل السوق وباسعار في متناول ايدي الجميع. فعلا والله فعلا انا الاسعد وبجد يعني انا سعيد جدا انه كوني في السودان واحس بالاهتمام ده من اهلنا وقرايبنا وحبايبنا. نعم نحن عازمينك في غندهار. وين دي كمان؟ المفروض يكون هيثم ده وراك. لا يعني غندهار يعني محل يعني زي ما بيقولوا هناك الخليجيين في البر يعني كده. محل فيها الشواء ولحمه وكده. نحن قبل رمضان بعيد يعني. طبعا يعني هيثم احنا بنشكر هيثم تميمي يعني هو موجود يوثق هذه الحلقه لك كبقيه توثيق لحلقات اخرى بالصوره والصوت. ولا خالد نايل برضه شاركنا يعني كان متابع في مازال انه حنهديك اغنيه واختاره. ان شاء الله تعجبه يعني. احنا حنغادر يعني لكن كنا نتمنى انه نواصل. انا مشبعنا منك حقيقه والله. بدنا نتكلم كثير في حياه كثيره عن هذه الاختراعات وهذا يعني الذكاء السوداني زي جاز الطبيعي. والنصيحة أخيرة تقدمها للشباب المخترعين هنا في السودان تقول لهم شنو تحديدا؟ دائما أعمل بصمت كويس وخلي جازك تتحدث عنك لاحقا. المجتمع مجتمع محبط فأشتغل. أنت إذا حسيت إنه أهدافك دي بتوصلك لحاجة أعمل وإن شاء الله ربنا بوفقك وبتصل لمرادك. باشمهندس محمد عثمان البلولة اللي تم اختياره من ضمن 500 شخصية عربية مؤثرة في العالم وفي الوطن العربي، سعدنا بك وسعدنا بكل اللي تابعونا في هذه الأمسية. تحية بهاء الدين فرح، حسن خندقاوي، أحمد سالم، إسراء بابكر، هيثم تبيدي، وهيثم تبيدي في الختام. خالد عثمان نايل، أحلى مساء لكم دائما وسلام. إلى اللقاء. من رقة حديثه وهمسه فينا أثر ولعلمنا نسهر، لونه العالي أسمر أما وسط عيونه وحاته عسل تقهر، يوم لرموش أشهر لو ما الله قدر كان من لحظون عتر، نقول يا ريت كتر كل الشاف أنكر كل الشاف أنكر، غيره يكون في سكر 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 سكر، وحد عيني سكر وأكثر أحلى نغم بمنظر. آيات من بيانه ومن فنه المعبر، همسة لكل شاعر بمحبوب نسطر، آيات من بيانه ومن فنه المعبر، يا رب القوافل يا الفنك مقدر، زيد أوصاف حبيبي قول خلينا نذكر، والحول اجتمعنا وبيه ربيعنا أزهر، من حسن وحلاوته طريقنا خالي نور، تشتاق لو يسالم أو لو يوم تنكر يكون ده دليل
الظاهر مرة بمال الصر داك لو يسالم أو لو يوم تنكر يكون ده دليل ظاهر مرة بمال الصر خلى الدنيا أنظر خلى الدنيا أنظر طعم الدنيا سكر 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 مساءات خرطوم اف ام برعاية زيوت فوكس ملتزمون بتحريك عالمك. مساءات خرطوم اف ام.